إذا قيل لك لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب فقل من أجل توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يقر به الكفار، ولذلك كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.